السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم زملائي الطلبة والطالبات من الفرقة الثالثة. معكم النهاردة دكتورة هاجر، إن شاء الله مدرس بقسم الطفيليات الطبية. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض محاضرة نكمل في الأرثروبودز البجز أند تيكس. طبعا أنا في إحنا المهم عندنا هنا إن إحنا نعرف البجز مين السبيشيز اللي هم المهمين عندي اللي لهم ميديكال امبورتنس. كل واحد من السبيشيز دي عاوز اعرف البيونوميكس، يعني ازاي بيعيش او ايه اللي بيساعده ان هو يعيش. تاني حاجه، ايه هي الميديكال امبورتنس وازاي اعمل له كنترول. التكس نفس الكلام، ايه هم السبيشيز اوف ميديكال امبورتنس واعرف البيونوميكس والميديكال امبورتنس والكنترول. البجز عندي عندي اتنين سبيشيز من البجز. اول واحد اللي هو البيت بج اللي هو بنسميه سايمكس ليكتيوليرس. سايمكس ليكتيوليرس زي ما احنا شايفين ده شكله. طبعا هو موجود فين؟ هو كوزموبوليتان، موجود يعني منتشر جدا، بس خاصة بيبقى أكتر في التمبريت ريجونز. ايه البيونومكس بتاعة البيد باجز؟ ازاي بيعيش او ايه هي الطريقة اللي بتخليه الانفيرومنتال فاكتورز اللي بتأثر على ان هو السرفايفل بتاعه؟ اول حاجة البيد باجز دي بيحب يعيش قوي في الفيبيل بتاعتها، وبتحط الايجز في البيد ماتريسز في المراتب والكراكس ان ذا وولز، بتحطه في اللي هو الشقوق اللي هي جوه في الحيطة فرنيتشر اند اذر بريسز، وممكن كمان فين في الاساس. طيب ايه هي اول حاجة؟ هي بتتغذى على الدم بالذات بالليل. هي temporary ectoparasites. الحاجات دي هي المهمة، يعني اللي انا بقوله دي اول حاجة هي بتحط الاجز فين. تاني حاجة ان هي suckle blood by night، يعني هي nocturnal. هي temporary ectoparasites مش permanent. temporary يعني سهل ان هي تتنقل من مكان لمكان، هنا مش بتقعد على بارازايت مثلا على هوست لحد ما تموت. ان هي ممكن تقعد فترة طويلة survive longer periods without food من غير اكل خالص، بس دوت امتى؟ في حالة high humidity. طبعا النتيجة ان هي بتعيش بفترة طويلة قوي من غير اكل، ده ليه كلير ابيديميولوجيكال امبورتانس. ازاي؟ ليه دي مهمة قوي؟ ليه؟ ده بيسمح للباثوجنز اللي هي بتنقله ان هو يعيش معاها فترة كبيرة قوي لو الهوست بتاعي مش موجود، يعني مش بيموت، يعني بيحافظ على الباثوجنز ايه بتاعي. تمام كده. يبقى اهم حاجه ان هي ساكت بلاد باي نايت، هي تمبرري اكتوبارازايت، هي ممكن تعيش وزود فود في حاله الهاي هيوميديتي. طب ده اهميته ايه؟ اهميته ان هي بتقلو الارثروبوت ترانسميتنج باثوجنز اللي هي سرفايف لونج بيريز وين ذير هوستس ار ابسنت. طيب ايه هي الميديكال امبورتانس بتاعتي؟ السايمكس ليكتيولاريس ما بينقلش اي ديزيز للاسف، لا هو بس هو مش بينقل اي ديزيز، هو بس بينقل ميكانيكال واكسيدنتال ترانسميشن. ازاي؟ ان هو مثلا اصلا احنا قلنا ان هو بيتغذى على الدم، فلما بيبدا يروح يعض انسان ويبدا يتغذى على الدم بتاعه، الدم ده بيبقى فيه اورجانيزم، فيبدا البروبوزيس بتاعه يحصل له كونتامينيشن، فيبدا يروح لانسان تاني ايه ويعضه، فيبقى ينقل له الاورجانيزم. يبقى هو بينقل الاورجانيزم ده اثناء البايتنج بتاعه اللي هو الانتربتد فيدنج ميكانيكال واكسيدنتال ايه ترانسميشن. طبعا حاجه القرصه بتاعته او البايت بتاعته بتعمل اريتيشن وانسوميا. ازاي اعمل كنترول؟ ان انا ابدا استخدم انسكتيسايدز طبعا، ماشي، في صوره باودر او سبراي، او ان انا اجمع كل الباجز دي اللي موجوده عندي وابدا احرقها، ابدا اعمل لها بيرنينج، او ابدا اقتلها بالكيروزين بالايه بالجاز. تاني نوع من انواع الباجز اللي هو ترايتوما ميجستس، اللي هو بنسميه وينجد باجز عشان الوينج بتاعه بيبقى مخبي السطح بتاعه، او كيسنج باجز. الجغرافيكال ديستريبيوشن هي موجوده فين؟ موجوده في امريكا، مش موجوده هنا عندنا. بتبدا ايه اكتريه السبيشيز دي، يعني الاغلبيه بتتغذى على الاذر انسكتس، على حشرات تانية. في بعضهم بيتغذى على البلانتس، في بعضهم بيتغذى على الوايلد انيمالز، وبعض السبيشيز بتتغذى على الهيومن زي الترايتوما ميجستس. طيب هي برضو زي السايمكس ريكتوريز بتتغذى على بلاد باي نايت، هي تمبرري اكتوبارازايت. طب الايج برودكشن بتاعها مميز قوي. اول حاجه هي بتحتاج البلاد ليه؟ عشان الديفلوبمنت اوف ايجز، ده اللي بيخليها طبعا عشان خاطر ان هي عايزه تعمل الايجز بتاعتها، فتبدا تروح للهوست عشان تاخد البلاد اللي محتاجاه لتكوين الايجز. تاني حاجه وضع الايجز بتاعها بيبقى تبع زي سيركاديان ريزم، يعني صبح وبالليل صبح وبالليل كده، وده طبعا مين اللي بينظمه؟ بينظمه هرمون الكنترول. يبقى دي مميزه قوي للسايمكس الكتروليس. الحاجات التانية شكلها زي السايمكس بالظبط. المميز للترايتوما ان هي اللي بيخليها تروح تعمل هوست سيكنج بيهيفير، ان هي محتاجه البلاد للديفلوبمنت اوف ايجز، وان هي الايجز لاين الايج لينج بتاعها بيبقى اندر هرمون الكنترول وبيتبع سيركاديان ريزم. طيب ازاي ايه اللي بيخليها تروح للهوست؟ ايه اللي بيخليها يعملها اتراكشن؟ الهيومن اودر والبادي تمبريتشر بتاعت الهوست، ده
بخليها تروح وتتغذى على الدم بتاعه. طيب ايه الميديكال امبورتنس؟ يهمني قوي على فكره في اي ارثروبوت زي ما احنا عارفين نعرف هو بينقل ايه وبينقل الديزيز ازاي، الميكانيزم، يبقى هو بينقل ايه، فيروس ولا بكتيريا ولا بروتوزوا ولا ايه، وتاني حاجه بينقلها ازاي. عندي الترايتوما ميجيستس ده فيكتور، فيكتور لمين؟ للبارازايت عندي من البروتوزوا لتريبانوسوما كروزي اللي بتعمل شجاز ديزيز. طب بتنقل ازاي؟ الترانسميشن بتاعها بيبقى بيولوجيكال لانها هي فيكتور من اللايف سايكل، وسايكل بروباجيتيف. يعني ايه سايكل بروباجيتيف؟ يعني سايكلو يعني البارازايت بيخش يغير شكله المورفولوجي بتاعه، وبروباجيتيف بيخش يكتر ايه عدده. يبقى اي لو هو الفيكتور ده جزء من اللايف سايكل بيولوجيكال بيحصل فيه سايكلو بروباجيتيف، يبقى بيولوجيكال سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن. يبقى اول حاجه، يبقى تاني الترايتوما ماجستاس بتنقل ايه؟ بتنقل التريبانوسوما كروزي. بتنقله ازاي؟ عن طريق البيولوجيكال سايكل بروباجيتيف ترانسميشن. طيب بيتنقل ازاي؟ عن طريق بوستيريور ستيشن، عن طريق ان بيحصل كونتامينيشن للبروكن سكين بالفيسز، يبقى بتنقلها عن طريق الفيسز بتاعته. طب ازاي اعمل لها كنترول؟ بالسكريننج برضو، ان انا احط برضو ايه زي سكريننج للويندوز والدورز، احط عليهم زي اللي هو السلك دوت بحيث يمنع ان هي تخش، او استخدم انسكتيسايدز. طيب كده خلصنا البجز اللي هو سايمكس الكتيولاريس دي، قلنا الميديكال امبورتنس بتاعتها بتنقل بس ميكانيكال واكسيدنتال ترانسميشن ديزيز اثناء البايتنج، والتريتوم بيجس بتنقل تريبانوسوما كروزي عن طريق سايكل بروباجيتيف ميكانيكال بيولوجيكال ترانسميشن، تمام، وبتنقله عن طريق البوستيريو ستيشن. التكس عندي نوعين من التكس، اللي هو الهارد تكس الاوكسيديدي او وعندي السوفت تكس الارجا سيدي. طيب جيوغرافيكال ديستريبيوشن هي كوزموبوليتان، بتبقى اكتر في الورم ارياز. اللايف سايكل بتاعتها بتتبع انكومبليت ميتامورفوزس، الايج بتبقى نيمف وبعدين اضل. البايونيمكس بتاعتي اول حاجه التكس دي بتحب الكانتريز اللي هي وورم وهيوميد كلايمتس، بيبقى يعني الجو فيها دافي شويه وفي رطوبه عاليه. اكتر منطقه لو انا شفتها اقول ان فعلا المنطقه دي مليانه تك، ان هي تبقى اول حاجه ساندي سويل، فيها رمل، منطقه فيها رمل وفيها اشجار كتيره قوي، منطقه فيها انهار كتيره وفي غابات، رين فول بتبقى عاليه قوي وفيجيتيشن، يعني المناطق اللي فيها دايما اللي هي النخل الكتير والشجر الكتير قوي دي بتبقى اكتر مناطق بيبقى فيها هاي هيوميديتي. دي اتوقع ان المناطق دي بيبقى فيها دنسيتي بوبوليشنز. التكس برضو بتبقى موجوده في الجاردنز في الحدائق لانها هي بتحب الحاجات اللي فيها فيجيتيشنز. تاني حاجه التكس بتحتاج درجه رطوبه معينه مستشرة حوالي 80% عشان يحصل لها ميتامورفوزس وتعيش في فتره الايه الاوف هوست اي بيريودز. تاني حاجه هي بتحب الورم كلايمت وبتحب الهاي بوبوليشن دنسيتي عشان طبعا ايه ان هي تقعد تتنقل وتعيش، يعني تضمن لنفسها الترانسميشن والسرفايفل. طيب ايه اكتر سيزون بتحبه؟ هي بتحب السيزون اللي بيبقى فيها ورم اكتر من ابريل لسبتمبر، لان اللو تمبريتشر قلنا طبعا بتنهبت الديفلوبمنت بتاعتها. بتقعد فتره قد ايه من غير اكل؟ بتقعد ممكن تقريبا اكتر من يعني سنتين، ممكن الميل والفيميل بيقعد 21 شهر، لكن اللارفا ممكن تقعد سنتين فاستنج. طب ازاي بتبدا تعرف التكس دي؟ التكس دي ولا بتعرف تفلاي، يعني ما بتعرفش تطير ولا تعمل جامبنج، هي حاجه صغيره قوي بس عندها سنسوري اورجانز. السنسوري اورجانز دي تخليها تشم يعني الهوست من بعيد قوي، تعرفه على طول ان هو موجود من مناطق ومسافات طويله. ازاي السنسوري اورجانز دي تخليها ديترماين ولو كميه قليله جدا 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 من الجاز زي الكربون دايكسايد او البادي اودر، او كمان ممكن تحس بالبادي هيت بتاعه الهوست ده او المستشار او الفايبريشنز لو عملها الورم بلادد انيمالز او مان، وممكن تحس بالشادو. يبقى ايه هي العوامل او الفاكتورز اللي بتخليها تاتراكت للهوست اللي هي اصلا عندها سنسوري اورجانز تخليها تحس بالبادي اودر، بادي هيت، الفايبريشن، مستشار، الشادو، تحس بالحاجات دي كلها. طيب اهم حاجه الميديكال امبورتنس بتاعتي عندي هم، لا اما هي تبقى كوزتيف ايجنت او فيكتور، لا اما تنقل ديزيز لا اما تسبب. هي نفسها البايت بتاعتها ممكن تبقى مسببه للديزيز، ايوه البايت بتاعتها فيري فيري بينفول، ممكن تعمل ميكانيكال انجري اثناء وهي بتاخد البلاد ميل بتاعتها، بتفرز الراس بتاعتها اللي هي الكابيتولم في السكن، وده طبعا يبدا يعمل اريتيشن ويعمل انفلاماتوري رياكشن، ويبدا يعمل هايبريميا، احمرار في الجلد، يعمل ايديما، ممكن يعمل سيكننج في الجلد، وممكن ده اصلا كمان يكومبليكيتد بسكندري بكتيريا انفكشن. يبقى البايت بتاعتها تعمل ميكانيكال وانفلاماتوري رياكشن. بتعمل حاجه مهمه جدا ان هي اثناء البايتنج بتفرز ماده، الماده دي بتبقى نيورو توكسنز، دي بتفرزها في السلايفا بتاعتها، واثناء البايتنج بتبدا تعملها جوه الجسم
خاصة في منطقة الأوكسيبيتال ريجون. طب دي بتحصل فين؟ بتحصل في الحيوانات زي التشيب والكاتل والدوجز والكاتس، وبتحصل كمان في الهيومنز. الديزيز ده بيبقى ايه؟ اسمه تيك باراليسيس. باراليسيس يبقى هي هتعمل باراليسيس، وتيك نتيجة ان هي بتفرز نيوروتوكسنز. النيوروتوكسنز دي بتروح تأثر على النيورو ماسكولار ترانسميشن وتقفلها، وتبدأ تدخل العيان في بروجريسيف اسندنج فلاسيد موتور باراليسيس. يبقى نوع الباراليسيس هنا بيبقى موتور وبيبقى فلاسيد وبيبقى اسندنج بروجريسيف، بيزيد خالص، يعني الباراليسيس ده ما بيخفش الا لو انا شلت التك دي من المنطقه اللي هي مأثره فيها. وممكن كمان تؤدي الى الوفاه في حاله لو حصل ريسبيراتوري باراليسيس. ده شكل طبعا التك وهي غرزه الكابيتولا بتاعها في السكيل وعامله سيفير انفلاماتوري تشينجز وهايبريميا واديميا وسيكننج. وممكن كمان يحصل كومبليكيشن، ونتيجه لذلك انه ممكن تفرز النيوروتوكسنز ويحصل بلوكنج نيورو ماسكولار ترانسميشن وتدخل عيان في تك باراليسيس. طيب احنا قلنا انها كوزيتيف ايجنت، هل هي ممكن فيكتور؟ اه، بتنقل امراض كتيره جدا، بتنقل بكتيريال ديزيزز، بتنقل فايرال ديزيزز، بتنقل ريكيتسيال، بتنقل بروتوزوال ديزيزز. ريكيتسيا بتنقل حاجه اسمها ريكيتسيا، ده بيسبب ديزيز اسمه روكي ماونتن سبوتد فيفر. تاني حاجه ريكيتسيا كونوري، دي بتعمل بوتونويز فيفر او بنسميها ميديترينيان سبوتد فيفر او تيك بورن تايفس. كمان بتنقل حاجة اسمها كوكسييلا بيرنيتياي، دي كلها ريكيتسيال ديزيز بتعمل كيو فيفر. الحاجات دي يعني هي حفظ، أهم حاجة نحفظ الديزيز ايه، أو ايه هي الحاجة اللي بتنقلها وبتعمل ديزيز اسمه ايه، وطريقة الايه ميكانيزم اوف ترانسميشن. بتنقل حاجة اسمها كولتي فيروس، الكولتي فيروس ده بيسبب ديزيز اسمه كولارادو أو ماونتن تك فيفر، بوريلا بيرج دورفيري دي بتعمل لايف ديزيز، إيربو فيروس دي بتعمل تيك بورد فيرال انكيفاليتس، بتنقل ايرليشيا اند انابلازما بكتيريا دي بتعمل هيومن مونوسيتيك اند جرانيولوسيتيك الليكيوزيس، وبتنقل البابيزيا دي بتعمل بابيبيوزيس، وفرانسيسيلا تولارنسيس دي بتعمل تولاريميا. السوفت تيك دي اكت فيكتور للبوريليا داتوني، دي بتعمل تيك بورن ريلابسنج فيفر، بتبقى وريكيتسيا دي بتنقل او بتسبب اللي هي روكي ماونتن سبوتد فيفر، وكسيلا بيرنيتي اي بتعمل كيو فيفر. طب ايه الميكانيزم اوف ترانسميشن؟ في حالة الهارد تيك كل الريكيتسيا بتبقى بروباجيتيف، يعني بيزيد العدد بتاعها بس، وبتتقل عن طريق ثلاث حاجات، يا اما انتيريور ستيشن عن طريق سلايفا، او بوستيريور ستيشن عن طريق الفيسز، او ترانس اوفيريال. الفيرال والبكتيريال كلهم بروباجيتيف، هو السبايروكيتال بس. الفيرال والبكتيريال بتتقل عن طريق البايت انتيريور ستيشن، والسبايروكيتال اللي بينقلها النيمف، وبتتقل عن طريق انتيريور ستيشن برضه. بروتوزوال ديزيز بتبقى سايكلو بروباجيتيف، نخلي بالنا البروتوزوا بتخش الستيج تبدا تغير شكلها وتكتر عددها، سايكلو بروباجيتيف. يبقى الريكيتسيال والفيرال والبكتيريا والسبايروكيتال كلهم بروباجيتيف، لكن البروتوزوا الوحيد اللي سايكلو بروباجيتيف. مين الاثنين اللي بينقلهم النيمف بايت؟ عن طريق الانتيريوسيشن السبايروكيتال والبروتوزوا. طيب السوفت تيك ميكانيزم اوف ترانسميشن سبايروكيتال وريكيتسيال ديزيزز، هي بتنقل اصلا سبايروكيتال وريكيتسيال دي بروباجيتيف، بتنقله عن طريق كوكسال فلويد، ده فلويد بيتفرز عن طريق الرجل، حته في الرجل اسمها كوكسا، بتبدا تفرز فلويد، الفلويد ده كونتامينيتد بايت ووند لو حصل له طبعا كراشنج، لو انا ايه بدات غرستها قوي او عملت لها كراشنج فعصتها يعني، وترانس اوفري. ازاي اعمل لها بقى بريفنشن وكنترول للتيك؟ اللي هو طبعا اي كراكس عايشه فيها ابدا اعمل لها ريبير، ابدا استخدم انسكتيسايدز مثلا، وابدا اعمل رش الانيمالز نفسهم، واعمل هيلث اديوكيشن طريقه العدوى بتاعتها ازاي. ثانك يو. طبعا يا رب تكونوا فهمتم. هي طبعا الارث بوز معروف ان احنا ناكد بس على الميديكال امبورتنس، مهم جدا 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 ان انا اعرف ايه هو الفيروس وايه هو الديزيز اللي بينقله وازاي بيتنقل. مهم جدا حتت في البيونومكس زي ما احنا قلنا ان هي بتعيش لونج بيريودز وزاوت فيدنج، ده مهم ليه كلير ابيديميولوجيكال طبعا، ان هي بتحافظ على الارثروبود ترانسميت الباثوجينز فتره طويله جدا لونج بيريودز لما الهوست بيبقى مش موجود، فنركز في النقط دي بس ان شاء الله. وشكرا جزيلا، ويا رب تكونوا استفدتوا.